ہے والیے مشغد یہ بڑائی تیرے در کی ہے والیے مشغد یہ بڑائی تیرے در کی تقدیر بناتی ہے گدائی تیرے در کی سگا والا طرف تھی بدشیا و طرف تھی یعنی جکلا مانسو ہم نے کہدو چھ کہ تمہیں کوم جاؤ یعنی ہماری ماتے زیارت کر جو یعنی جکلا مانسو نتی آوی سکیا تے لوگوں نو دل چھا حرم نی اندر تے لوگوں ماتے مت قربتن اللہ السلام علی آدم صفت اللہ السلام علی نوح نبی اللہ السلام علی ابراہیم خلیل اللہ السلام على موسى كليم الله السلام على عيسى روح الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا خير الخلق الله السلام عليك يا صفي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين السلام عليك يا امير المؤمنين علي السلام عليك السلام أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب بس يا رسول الله السلام عليك يا فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا سيد نبي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة السلام عليك يا علي ابن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين السلام عليك يا محمد ابن علي الباغر للمباد النبي السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين السلام عليك يا موسى ابن جعفر الطاهر الطاهر السلام عليك يا علي ابن المنتظر المنتظر السلام عليك يا محمد ابن علي النبي السلام عليك يا علي ابن محمد النقي الناظر الأمين السلام عليك يا سلام اللهم صل على نورك وسراجك ولي وليك وسي وسيك وحجتك على حجتك السلام عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت فاطمة السلام عليك يا بنت السلام عليك يا بنت الحسن يا ابن الحسين السلام عليك يا بنت السلام عليكم يا رب العالمين 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 السلام
فإن لك يد الله شانا من الشان اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسمني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم استجيب لنا تقبله بكرمتك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وعلي أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما إمامي ظهور مات أما يجيب أبرا بدش يوم مات أما يجيب أبرا مرمود أما يجيب زيارت نے قبولیت مت ہے اما یجیب المضطر اذا دعا ويكشف السوء داك زهرا بها ہماری زیارت نے قبول فرما ہمارا مرحوم نے جنت والا تے جائیں جگلا مارے سو کی داچے کہ ہمارا طرف تھی تم زیارت کر جو کون نے اندر لوگوں نے جلد ما جلد زیارت نے نصیب کر امین انے ہمارا امام امام زمان نے جلد ما جلد ظہور فرما اور رجت نے وقت ہمارے امام ساتھ رکھ صلوا علی محمد و آل محمد آگاهی علم یا جمع نسبت به این واری شدن حقوق هیچ تأثیری در رابطه با واجب شدن خمس نداره حتما باید خمس
Thank you.
سيدي 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 ما شاء الله السلام عليكم موتا عليكم السلام اسپيرو ديواس كم لايگو تم نے اپنا گروپ نو بیا او بیا پسافت ما شاء الله ایک پیراشن چرا کیو کے وی ہاں نے پرمیر کانٹیکٹ کم لايگو تم نے جریم او بھائی ہاں ما شاء الله کری چھ گتا میں جاگت نے بجے ہاں بيبي ما شو مانو كلابيد ان شاء الله سباتشو برو لكورس شوي دوسان جا ماشي تمي كاين بولش الحمد لله بس الله باك بدايني نصيب كري ان شاء الله امين امين مويا بني سنتو سوري جا تمار ديل ما شو كونچو بيلا ديوش ما بو ام رجب مينو تشي ايا بريما نصيب دار كي وايكي يسوني ايبا بس دي ما يو متشي كي بدايني كلا باكتين نصيب كري اجي اتو پرمیر ایتاپ امام نے بہن نو پچھے انشاءاللہ پر امام پاسے جاسو یہ پن ایک موٹو اپ خدا طرف تے ایک نعمت چا پر مت ضرور کہ امام نے زیارت کروی جی ما اپنے منتظر پے سمجھائی وا بدو یار جب میں نیچے پر ہم نصیب کر کے بھائی کہ اپنے یہاں سنیں کوئی گا جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر بس دعا چھے کہ انشاءاللہ پر اج کامیاب تے شویتا پر زیارت نو شکریہ تمہارے